السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي واحد المجموعة ديال العملات النقدية، اخترت لكم منها واحد ثلاثة الفئات. العملة الأولى كتحتوي على 10 سنتيم سنة 1995، فيها السبولة ريبوبليك فرنسي، فيها واحد الكوت، نحاول نكبرو. ما تيبانش ندوز للعملة الثانية. عشرة سنتيم سنة 1991، دي السبولة. كيف هذاك الكود؟ ريبوبليك فرنسي. العملة الثالثة 20 سنتيم 1984، حتى هي ريبوبليك فرنسي، عملات فرنسية. صافي، هذا مكاني.